لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت. قال تعالى، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.